تتواصل عمليات الجيش العربي السوري للقضاء على الإرهاب على كامل مساحة الجغرافيا السورية، ففي دير الزور خاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم داعش تسللت إلى محيط المطار ولواء التأمين الإلكتروني، وانتهت بمقتل معظمهم وفرار من تبقى منهم. كما دمر سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري تجمعات ومقرات لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة المقابر ومحيط شركة الكهرباء ولواء التأمين والمطار ومنطقتي المكبات ومعامل البلوك وقرية الجفرة بريف دير الزور الشرقي. وعلى محور درعا استهدفت وحدات من القوات المسلحة تجمعات وتحركات إرهابيي جبهة النصرة في محيط كل من دوار المصري وبناء كتاكيت ومبنى البريد وفي أحياء الكرك والعباسية وطريق السد، كما قتل وأصيب عدد من الإرهابيين وتم تدمير سيارتين مزودتين بمدفعي رشاش وعدة دشم وتحصينات ومربضي مدفع بمن فيهم وإعطاب دبابة ومقتل طاقمها.